الرئيس السيسي يوجه بتكامل الجهود في مجال الإنتاج الزراعي بهدف تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي. رئيس بنك إنجلترا يحذر من توقعات مخيفة بزيادة أسعار الطاقة والغذاء العالمي بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. كييف تعلن إجلاء أكثر من 260 عسكرياً أوكرانياً من مجمع آزوفستال. السادسة صباحاً الرابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة عبر شاشة إكسترا نيوز. أهلاً بكم مشاهدينا وأسعد الله صباحكم بكل خير، وبداية هذه النشرة مع الزميلة سارة عبد الله، إليك سارة. شكراً جزيلاً دارين، أهلاً بكم مشاهدينا الكرام. والبداية حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة في مجال الإنتاج الزراعي بهدف تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة ووزيرة التجارة والصناعة، حيث تناول الاجتماع متابعة منظومة الصادرات الزراعية المصرية. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف الصادرات الزراعية، حيث سجلت الصادرات المصرية طفرة غير مسبوقة خلال عام 2021. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة منظومة الصادرات الزراعية المصرية. وقد وجه السيد الرئيس بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة في مجال الإنتاج الزراعي بهدف تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع من أجل تعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محلياً ودولياً وربط الإنتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلة وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في العديد من التخصصات. وقد تم خلال الاجتماع استعراض موقف الصادرات الزراعية المصرية والتي تشمل 350 منتجاً زراعياً متنوعاً يتم تصديرها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، في مقدمتها الدول العربية والأوروبية، حيث سجلت الصادرات المصرية طفرة غير مسبوقة خلال عام 2021 وبلغ حجمها حوالي 5.6 مليون طن بقيمة قدرها نحو 3 مليارات دولار، ولتصبح مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح، وذلك بالإضافة إلى الصادرات الأخرى من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة. كما استعرض السيد وزير الزراعة مستجدات موسم حصاد القمح الحالي في ضوء الإجراءات التي كانت اتخذتها الدولة لتعزيز إنتاجية محصول القمح بزيادة المساحات المنزرعة بنحو 250 ألف فدان، وذلك بالتكامل مع المشروع القومي للصوامع والذي دعم قدرة الدولة على تعزيز السعة التخزينية الاستراتيجية، بالإضافة إلى زيادة أسعار التوريد وإضافة حافز استثنائي لتعظيم العائد المادي والاقتصادي للمزارعين والفلاحين. أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب مناقشة وبيان وزير الاتصالات إلى لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد تقرير عنه. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس. في جلسته العامة ناقش مجلس الشيوخ سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي،
الحقيقة النهاردة كان طلب المناقشة العامة خاص باستضاح سياسة الحكومة فيما يخص استراتيجية الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، لأن الحقيقة بنشوف إن ده أهم قطاع من القطاعات، لأنه عصب التنمية الاقتصادية بيتمثل في الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن هنا الحقيقة الدولة كانت على يعني منتبهة بشكل كبير جدا من أكثر من 10 سنوات لهذا المجال، وأنشأت بالفعل مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في سبتمبر 2010. ولكن الحقيقة حتى الآن كانت المفاجأة إن استراتيجيته كانت بتنتهي في 2014 ولم يتم تجديدها أو إعادة دراستها. ومن هنا كان الطلب المناقشة العامة لإستضاح سياسة الوزارة واستراتيجيتها الجديدة، لأن الحقيقة ده مجال فيه بشكل دائم فيه مستجدات، التكنولوجيا بتتسارع بشكل مرعب جدا. يعني شفنا عرض من الوزارة وعرض من الوزير لما تم إنجازه في الفترة السابقة والرؤية المستقبلية، لكن يعني طلبنا الوزير أن يكون فيه حاجة ملموسة على أرض الواقع، طلبنا أن يكون فيه رؤية كاملة واستراتيجية كاملة لوزارة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات، عشان احنا محتاجين خطه زمنيه، محتاجين نقول ان احنا النهارده فين وبعد سنه هنبقى فين وبعد سنتين هنبقى فين، لانه ما عادش في وقت ممكن نضيعه، وخصوصا وان كل البيئه المحيطه اصبحت مهيئه لان تكون مصر دوله جاذبه للاستثمار في مجال التكنولوجيا ورياده الاعمال والتطور. واحال رئيس المجلس طلب المناقشه وبيان وزير الاتصالات الى لجنه التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاعداد تقرير عنها. طبعا احنا النهارده طلب المناقشه العامه كان هدفنا الاساسي استيضاح استراتيجيه الحكومه فيما يتعلق بمركز الابداع التكنولوجي ورياده الاعمال، وعايزين كنا نعرف برضو ايه المستهدفات، اتحقق منها ايه، معايير المتابعه، اليات المتابعه والتقييم، ومعايير التقييم الاداء نفسه. هيتم احاله طلب المناقشه العامه للجنه المختصه، لجنه التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات، بحيث يتم المناقشة بشكل أكثر استفاضة داخل اللجنة، لأنه في النهاية هتطلع يعني تقرير بتوصيات ونتائج من المناقشات المستفيضة داخل عمل اللجنة. كما تم استعراض تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تعميق الصناعة وزيادة الاستثمار المباشر في القطاع الصناعي والوصول بالصادرات الصناعية إلى 100 مليار جنيه. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الاهتمام الذي توليها القيادة السياسية في مصر والإمارات والأردن لدفع أطر التعاون فيما بينها، لافتا إلى ضرورة البناء على ذلك الاهتمام والحرص لتحقيق التكامل في مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع وزيرة التجارة والصناعة ومسؤولين بالوزارة لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك بين الدول الثلاث في قطاع الصناعة. وتم خلال الاجتماع بحث عدد من فرص التعاون الصناعي بين مصر والإمارات والأردن وفق رؤية تقوم على استثمار المزايا التنافسية لدى كل دولة، مثل توافر الخامات والطاقات البشرية والقدرات التكنولوجية وبيئة الأعمال المحفزة والسوق الاستهلاكية والقدرة على النفاذ إلى أسواق مجاورة. شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الموسع الذي نظمته غرفة التجارة المصرية الأمريكية، وذلك بمناسبة زيارة وفد البعثة التجارية الخضراء الأمريكي إلى مصر، والذي يضم نحو 40 شركة أمريكية وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين. وأكد رئيس الوزراء في كلمته أمام المؤتمر أن الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي نجح في صياغة رؤية طموحة لتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، وأضاف أن مصر تحركت بقوة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الحكومة لديها نظرة مستقبلية لتصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة النظيفة. ونوه مدبولي بأن الحكومة أصدرت حوافز لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي وتدعم تعزيز مشاركة القطاع الخاص. أكد كبير مستشاري المبعوث الأمريكي للمناخ السفير ديفيد ثورن تقدير ما أعلنته الحكومة المصرية في المؤتمر الصحفي العالمي من زيادة مشاركة القطاع الخاص. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء في مؤتمر
بمناسبة زيارة وفد البعثة التجارية الخضراء الأمريكي إلى مصر. وأكد ثورن أنه لمس خلال زيارته السابقة لمصر التزاما واضحا من الرئيس السيسي بالعمل على نجاح مؤتمر المناخ القادم وتوفير مستقبل أخضر لمصر. كما أكد أن زيارة البعثات التجارية الخضراء تمثل بداية قوية لجعل مشاركة القطاع الخاص محور نجاح مؤتمر المناخ القادم. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بتطوير مدينة شرم الشيخ في إطار الاستعدادات لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر قمة المناخ والمقرر انعقادها في نوفمبر المقبل، وتماشيا مع إعلان الرئيس السيسي شرم الشيخ مدينة خضراء. وخلال اجتماعه مع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تنفيذ مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بأعلى مستوى من الجودة وفقا للمعايير والمواصفات المتبعة، وأن يتم متابعة تنفيذ الصيانة لمشروعات الطرق بشكل دوري للحفاظ عليها واستدامتها. وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من النقاط المتعلقة بالاستعدادات التي تجري لاستضافة مؤتمر قمة المناخ، وكذا مشروعات التطوير الجارية لتطوير مدينة شرم الشيخ. كلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باختصار الإجراءات المطلوبة لإصدار التراخيص، وأن تتولى هيئة التنمية الصناعية التعامل مع أي جهة حكومية أخرى نيابة عن المستثمر. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماعا لمتابعة خطوات إقرار إعفاءات ضريبية ومنح المزيد من الحوافز للمشروعات الصناعية. وأكد رئيس الوزراء أهمية متابعة إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية وتقديم المزيد من التيسيرات في هذا الصدد، كما كلف بأن تجتمع اللجنة الدائمة المعنية بتخصيص الأراضي الصناعية أسبوعيا لسرعة تخصيص الأراضي لمن يطلبها، والتي تضم في عضويتها جميع الجهات المعنية. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مواصلة المضي قدما في تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفقا للتوجيهات المستمرة من الرئيس السيسي من أجل تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للمنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لاستعراض عدد من المقترحات بشأن تحفيز الاستثمارات في قطاع السيارات والصناعات المغذية بمنطقة شرق بورسعيد، حيث تم استعراض موقف تنفيذ أعمال المرافق في المنطقة وجهود جذب الاستثمارات إليها من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة في عدة قطاعات مستهدفة، وكذلك استعراض الجهود القائمة لتعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب بشأن المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها بالمنطقة. وجدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على تعامل كافة أجهزة الدولة بحزم وحسم مع أي حالة تعدي جديدة على الأراضي حفاظا على حقوق الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة وموقف التصالح في مخالفات البناء. وأشار مدبولي إلى الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بالتعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء وما تم إقراره في هذا الشأن من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين في إتمام عمليات التصالح لغلق هذا الملف تماماً. نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري نظموا الندوة التثقيفية 19 لطلبة جامعة بني سويف بمشاركة وزيرة الدولة للهجرة نبيلة مكرم للتوعية بتحديات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية روح الولاء والانتماء لدى مختلف قطاعات الشعب المصري. وألقت وزيرة الهجرة كلمة عبرت خلالها عن تقديرها البالغ للدور الذي تقوم به القوات المسلحة في حماية الوطن وما تبذله من تضحية من أجل رفعته.
من جانبه قال رئيس جامعة بني سويف إن الندوة تهدف لتشكيل الوعي الوطني وتعزيز روح الانتماء لدى شبابنا من الطلبة. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 351 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 62 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 15.5 طن سلع غذائية. وفي مجالي حجب وبيع بأسعار أزيد لمواد البناء تم ضبط 25 طن أسمنت. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط أكثر من 21 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 312 قضية من بينها 100 قضية خبز ناقص الوزن و85 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 14 قضية بمضبوطات أكثر من 192 طن أقماح محلية. أعلنت وزارة الداخلية جهود أجهزتها على مستوى الجمهورية خلال أسبوع في مجالي الأمن العام ومكافحة المخدرات. أسفرت تلك الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التي سنتابعها خلال التقرير التالي. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 378 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 23 مديرية أمن، وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 208 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 50 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 746 قطعة سلاح ناري أبرزها 114 بندقية و67 بندقية آلية و36 مسدساً و528 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و85 خزينة إضافة ل1140 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 428,096 حكما قضائيا من بينهم 1637 حكم جناية 151,786 حكم حبس 213,147 حكم غرامة و 61,526 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط أربعة تشكيلات عصابية ضمت 18 متهماً قاموا بارتكاب 36 حادث سرقة متنوع وتم كشف غموض 91 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة
وضبط مرتكبوها بإجمالي 123 متهما. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1004 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها أكثر من 82.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وقرابة 263.5 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر، وكمية من مخدر الهيروين تقارب 21.5 كيلوغرام، وعدد 26158 قرص مؤثر، و91395 قرصة ترامادول مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 21 مليون جنيه. كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 20 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مع شركة إعمار مصر للتنمية لتعزيز العمل التنموي المشترك بقيمة مليار جنيه. ويهدف البروتوكول إلى تنسيق الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي للقرى الأكثر احتياجاً، وتعظيم قدراتها بما يساهم في توفير حياة كريمة لمواطنيها، وذلك في ظل رؤية الدولة لأهدافها التنموية وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأوضحت المؤسسة أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها حياة كريمة. تشهد قرية الدكة بمركز نصر النوبة في محافظة أسوان تنفيذ العديد من المشروعات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تتعلق المشروعات المنفذة بقطاعات الصحة والزراعة والتعليم والرياضة والكهرباء. هذا ويستمر العمل لتأسيس البنية التحتية في باقي القرى والمراكز وجميع أنحاء الجمهورية. يتواصل تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة الشرقية، وفي قرية الأخوية تم إنجاز العديد من المشروعات كالمجمع الحكومي والمجمع الزراعي والوحدات الصحية، إلى جانب القطاع التعليمي ومعالجة الصرف الصحي بالقرية. عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا سياسيا بعنوان كيف يواجه العالم قرار رفع الفائدة الفيدرالي وكيف تتجاوز مصر آثاره وتبعاته. وخلال الصالون تم الإشادة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق وثيقة ملكية الدولة التي ستقضي على حالة عدم اليقين لدى البعض تجاه مؤسسات الدولة ومدى جديتها. كما تم الإشارة إلى أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي سيكون منصة كبيرة لتوعية المواطنين بما يحدث وتوضيح الخطط والبرامج المستقبلية للحكومة. تناول الصالون مناقشة أسباب قرار رفع الفائدة الفيدرالي الأمريكي والآثار المحلية والدولية لقرار رفع الفائدة والتوقعات والحلول المبنية على قرار رفع فائدة الفيدرالي الأمريكي. وتطرق الصالون أيضا لمؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي تحدث بلغة الأرقام عن خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. أدانت الرئاسة الفلسطينية اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مشيع جنازة ومقبرة في القدس المحتلة. وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن عن إصابة العشرات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس المحتلة. وفي لبنان أعلن وزير الداخلية بسام مولوي أن النتائج النهائية للانتخابات النيابية في بعض الدوائر الانتخابية.
وخلال مؤتمر صحفي أكد الوزير أن النتائج النهائية ستتأخر وستعلن تباعا لضمان الشفافية، كما أكد أن الدولة أنجزت الانتخابات رغم الصعوبات التي واجهتها. دور وزارة الداخلية بالانتخابات هو بالتحضير الكامل لها، بمتابعتها، بإجراءها، بإيصال المحاضر من أقلام الاقتراع إلى لجان القيد، ويتوقف دور وزارة الداخلية عند بالنسبة للنتائج عند تسلم المحاضر من قبل لجان القيد، ثم وزارة الداخلية تعلن النتائج مثل ما عم تشوفوا. أنا بحب طمنكم أنه نسبة لعدد المقترعين وعلى مساحة لبنان والظروف كانت الانتخابات ناجحة وهي تشكل إنجاز. الثوائب التي اعترت هذه الانتخابات هي قليلة جدا جدا نسبة لعدد الدوائر الانتخابية ونسبة لعدد أقلام الاقتراع، وهو تقريبا 6900 ألم. فإذا كان حصل إشكال أو إشكال بقلم معين، وإذا كانت الإشكالات التي حصلت على مساحة لبنان وعلى مستوى الدوائر 6900 هي قليلة جدا، يعني أقل من 10 أكيد، وحكي بالإعلام عن 2 أو 3 أو 4 أو 5 وجرت معالجتها فورا، فهذه الإشكالات لا تذكر ولا تنال من صدقية هذه الانتخابات. ذكرت مصادر دبلوماسية أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يجري مفاوضات بشأن عودة الأسمدة الروسية والبيلاروسية إلى الأسواق العالمية مقابل استئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية. وقالت المصادر لصحيفة وول ستريت جورنال أن غوتيريش طلب من موسكو عدم التدخل في خروج شحنات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، وفي المقابل وعد بالمساعدة في تخفيف العقوبات المفروضة على صادرات الأسمدة من روسيا وبيلاروسيا. حذر رئيس بنك إنجلترا أندرو بيلي حذر من توقعات مخيفة بزيادة أسعار الطاقة والغذاء العالمي بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن معدل التضخم القياسي في البلاد ارتفع لأسباب خارجية. وأضاف بيلي أن الوضع يزداد سوءا ليس فقط في بريطانيا ولكن أيضا في عدة دول. خفضت المفوضيه الاوروبيه توقعاتها للنمو الاقتصادي لمنطقه اليورو للعام الجاري بمقدار 1.3 نقطه الى 2.7%، كما زادت توقعاتها بشان التضخم. المفوضيه الاوروبيه قالت ان العامل السلبي الاكثر اهميه هو ارتفاع اسعار الطاقه. مع استمرار الأزمة الأوكرانية خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو للعام الجاري بمقدار 1.3 نقطة إلى 2.7%، كما زادت توقعاتها بشأن التضخم بمقدار 3.5 نقطة إلى 6.1%. المفوضية الأوروبية أكدت في بيان أن الاقتصاد الأوروبي يمر بفترة صعبة، وقد تم مراجعة التوقعات نزولا وفقا لذلك، حيث إن العامل السلبي الأكثر أهمية هو ارتفاع أسعار الطاقة الذي يدفع التضخم إلى مستويات قياسية ويلقي بثقله على الشركات والأسر الأوروبية. وحذرت المفوضية من أن هذه التوقعات يرافقها مستوى عال من انعدام اليقين مرتبط بتطور النزاع، وقد تسوء الأوضاع أكثر، حيث إن سيناريوهات أخرى ممكنة مثل تسجيل نمو أضعف وتضخم أعلى من التوقعات.
في الوقت نفسه تتوقع بروكسل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% في عام 2023 في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، وتقدر أن التضخم سينخفض العام المقبل إلى 2.7% و 3.2% على التوالي. وشهد الاقتصاد بمنطقة اليورو مساراً متخبطاً خلال العامين الماضيين بعد تأثره بتداعيات جائحة كورونا في 2020، وشهد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% في العام نفسه. أظهرت توقعات تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز بانخفاض إنتاج القمح الأوكراني بنسبة 35% عن العام الماضي. في الوقت نفسه حذرت مجموعة السبع من أزمة غذاء وطاقة عالمية تهدد البلدان الفقيرة. أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة أزمات عالمية تراكمت جراء وباء كورونا، أظهرتها توقعات تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز بانخفاض إنتاج القمح الأوكراني بنسبة 35% عن العام الماضي. الصحيفة أكدت أن إنتاج القمح العالمي انخفض لأول مرة منذ 4 سنوات خلال الموسم التسويقي الحالي بمقدار 4,500,000 طن هذا العام إلى 774,800,000 طن بسبب ضعف المحاصيل في أوكرانيا وأستراليا. يأتي ذلك وسط تصاعد المخاوف من تفجر اضطرابات اجتماعية واحتجاجات بسبب أزمة غذائية ترتسم معالمها يوما تلو الآخر، وسط تعقد سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المواد الغذائية. صحيفة فاينانشال تايمز لفتت أيضا إلى أن قرار الحكومة الهندية بحظر صادرات القمح بأثر فوري سيكون له تبعات إضافية على أسعار القمح عالميا، حيث تصدر الهند نحو 10 ملايين طن سنويا. من جانبه أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن أزمة أوكرانيا أظهرت هشاشة النظم الزراعية وأن عواقبها وخيمة على الأمن الغذائي. في الوقت نفسه حذرت مجموعة السبع من أزمة غذاء وطاقة عالمية تهدد البلدان الفقيرة، مشددة على أن هناك حاجة لاتخاذ تدابير عاجلة لتحرير مخزونات الحبوب التي تحول روسيا دون مغادرتها أوكرانيا. ويرى المحللون أن المفتاح لممارسة مزيد من الضغط على روسيا يكمن في الحظر أو التخلص التدريجي من شراء النفط الروسي، مع توقع أن تتوصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل إلى اتفاق بشأن هذه القضية. لا تزال أزمة نقص حليب الأطفال حديث الولادة مستمرة في الولايات المتحدة بسبب اختلال سلاسل التوريد العالمية. وبحسب صحيفة USA Today فإنه من المقرر أن تسمح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ببيع حليب الأطفال الأجنبي في الولايات المتحدة على أمل أن يكون الحل السحري لإنهاء الأزمة، ويقدر نقص حليب الأطفال بنسبة 40-50%. وبدأت متاجر البيع بالتجزئة الكبيرة في تقنين المبيعات في يد واحدة. أعلن رئيس وزراء سريلانكا نفاد البترول في البلاد لعدم تمكن السلطات من تسديد ثمن الواردات. وفي خطاب للأمة حذر رئيس الوزراء السريلانكي من أن بلاده التي أعلنت تخلفها عن سداد ديونها الخارجية قد تواجه المزيد من الصعوبات في الأشهر القادمة.
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن أكثر من 260 عسكريا أوكرانيا بينهم 53 جريحا تم إجلاؤهم من مجمع أزوفستال للصلب، آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية جنوب شرق البلاد والتي تسيطر عليها القوات الروسية. قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن هؤلاء العسكريين سيتم لاحقا تبادلهم كون المدينتين اللتين نقلوا إليها تخضعان لسيطرة القوات الروسية. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو لن يعزز الأمن في القارة الأوروبية، وأوضح بيسكوف أن روسيا ليس لديها نزاعات حدودية مع فنلندا أو السويد لكنها تراقب مسألة انضمامهما إلى الناتو بعناية، مضيفا أن هناك سببا لإجراء تحليل عميق للغاية للعواقب المحتملة لهذا الانضمام. أعرب البيت الأبيض عن ثقته في أن حلف الناتو سيتوصل إلى اجتماع بشأن ضم فنلندا والسويد إليها. وقالت السكرتيرة الصحفية الجديدة للبيت الأبيض كارين جامبيير إن واشنطن ترحب بالتصريحات الحالية لحكومتي فنلندا والسويد بشأن نيتهما السعي للحصول على عضوية الناتو، وأضافت أن بلادها ستدعم بقوة هذه الطلبات عند تقديمها رسميا في بروكسيلا. كما أعلن قصر الإليزي أن فرنسا ستقف إلى جانب فنلندا والسويد في حال تعرضهما لعدوان، وذلك بعدما أعلنت البلدان أنهما قدمتا رسميا ترشحهما لعضوية حلف شمال الأطلسي الناتو. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن أي دولة تسعى إلى اختبار التضامن الأوروبي عبر تهديد أو عدوان على سيادتهما وبأي وسيلة كانت ينبغي أن تتأكد أن فرنسا ستقف إلى جانب فنلندا والسويد. أكدت وزارة الخارجية الروسية أن انضمام السويد للناتو سيلحق ضررا كبيرا بأمن شمال أوروبا وكل القارة الأوروبية. أضافت الوزارة أن رد موسكو على انضمام السويد للناتو يتوقف على نشر أسلحة هجومية تابعة للحلف على أراضيها. طالبت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس طالبت بسرعة انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو، مبينة أن هذا الأمر سيعزز الأمن المشترك لأوروبا. وقالت تراس إن المملكة المتحدة تدعم وبقوة طلبي فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، لافتة إلى أن بلادها تتطلع إلى العمل معهما بوصفهما عضوين جديدين في حلف الناتو. حذرت الخارجية الصينية من تبعات انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، مؤكدة أن هذه الخطوة ستخلق عقبات في العلاقات بين فنلندا والصين. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن بكين تدعو جميع الأطراف المعنية إلى إنشاء إطار إقليمي موثوق لضمان الأمن من خلال الحوار السلمي على أساس المنفعة المتبادلة، كما شدد على ضرورة مراعاة مخاوف كل الأطراف لتحقيق سلام طويل الأمد في أوروبا. أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب باريل أعلن أن الاتحاد لم يتفق بعد على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا. وأوضح باريل أن الاتحاد يواجه صعوبات بشأن موقف موحد حول حظر النفط الروسي. ومن جهة أخرى قال المسؤول الأوروبي إن موانئ أوكرانيا لا تزال مغلقة بالألغام،
منوها بأنه يتم البحث عن طرق بديلة لاستئناف صادرات الغذاء. أعلنت شركة إيني الإيطالية أنها جاهزة لتلبية مطالب روسيا فيما يتعلق بدفع ثمن الغاز بالعملة الروسية وفتح حساب مصرفي بالروبل بحسب بلومبرغ. وكشفت بلومبرغ أن الشركة الإيطالية ستبدأ عملية فتح حساب في بنك غاز بروم في 18 من مايو من أجل سداد المدفوعات اللازمة في الوقت المحدد هذا الشهر وتجنب أي مخاطر على إمدادات الغاز. وكانت روسيا قد أوقفت شحنات الوقود إلى بلغاريا وبولندا عقب رفضهما الدفع بالروبل. أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن هدف الغرب في أوكرانيا هو عدم خروج موسكو منتصرة، لافتا إلى أن وضع أي أهداف أخرى سيكون خطأ، وذلك على ضوء أن روسيا قوة نووية. وجدد شولتس دعوته إلى روسيا بسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية. اعتبرت روسيا إن محاولات عزلها اقتصاديا وماليا ولوجستيا عن قنوات التعاون الدولي طويلة الأمد سوف تؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والغذائية. وتعليقا على بيان مجموعة السبع قالت الخارجية الروسية إن رفع مستوى هستيريا العقوبات ضد روسيا لن يصبح تحت أي ظرف من الظروف عاملا من عوامل الاستقرار أو التحفيز للاقتصاد العالمي. أعلن سلاح الجو الأمريكي نجاح اختبار لسلاح فرط صوتي جديد لينضم إلى الأسلحة الأمريكية. يأتي هذا التطور بعد أن أعلن الجيش الأمريكي الشهر الماضي إلغاء تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات في محاولة لتخفيف التوترات النووية مع روسيا في ظل العملية العسكرية في أوكرانيا. عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة للوزراء خلفا لجان كاستيكس والذي قدم استقالته في قصر الإليزي. وشهد قصر الإليزي مراسم التسليم والتسلم بين بورن وكاستيكس بحضور الرئيس ماكرون لتكون بذلك أول امرأة تشغل المنصب منذ 30 عاما بعد إيديث كريسون التي كانت رئيسة للوزراء في عهد الرئيس الراحل فرانسوا ميتران. لقي شخص مصرعه وأصيب 85 آخرون جراء اصطدام قطار ركاب بقطار بضائع في أسبانيا. ووفق ما أعلنته المديرية العامة للحماية المدنية في كاتالونيا فإن المتوفى هو سائق القطار، حيث وقع الحادث بالقرب من مقاطعة برشلونة.
تعميق شراكة القطاع الخاص وتسهيل إجراءات إقامة الشركات مع الاستمرار في توفير مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية. كانت هذه بعض ملامح خطة الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، والمزيد في العرض التالي مع الزميل محمود السعيد. أهلا بكم. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت الحكومة عن خطة واضحة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية والإجراءات التي تتخذها حاليا والخطوات التي تعتزم اتخاذها خلال الفترة المقبلة. تشمل هذه المحاور تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي، ودعم وتوطين الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي. وتضمن المحاور الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بتستهدف 10 مليارات دولار كل سنة لمدة 4 سنوات بإجمالية 40 مليار دولار تتيحها الدولة لشراكة القطاع الخاص. جهود الدولة تتضمن أيضا العمل على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالشركات الناشئة، خاصة ما يتعلق منها بريادة الأعمال وغيرها من الأنشطة، حيث سيتم الاعتماد على فتح وغلق هذه الشركات عن طريق الإنترنت، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقييد بوجود مقر فعلي للشركة، إلى جانب العمل على تعديل القوانين سعيا للتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، فضلا عن التيسير في إجراءات دخول المعدات والمستلزمات الإلكترونية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. وتشمل هذه المحاور الإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة خلال السنوات الأربع القادمة، وطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية من أجل تأدية دور كبير في الاقتصاد المصري. وتتضمن الخطة البعد الاجتماعي وكيفية الاستمرار في حماية محدودي الدخل عبر توفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة والتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، حيث خصصت الدولة 130 مليار جنيه في موازنة العام المقبل للعمل على امتصاص جزء من هذه الأعباء عن المواطن المصري. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا حول خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية. شكرا لحضراتكم لطيب المتابعة. شيع جثمان الكاتب الصحفي الراحل صلاح منتصر إلى مثواه الأخير، وذلك عقب أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد عمر مكرم. يعد الراحل أحد رموز مؤسسة الأهرام، ومن الذين كان لهم بصماتهم الواضحة في تاريخ المؤسسة. كان دائما بيظهر وطنيته واهتمامه بكل الشأن العام، وكان له دور بارز في متابعة وتحليل و إرشاد الرأي العام لما هو في الصالح العام. المرحوم في الحقيقة تربطني بعلاقة طويلة جدا وصداقة عميقة، ونفقده وندعو له بالرحمة، وإن شاء الله يعني يكون مثل يحتذى به أجيال قادمة كثيرة من الصحفيين، المستوى الراقي من العلم والقدرة اللي أظهرها طول مسيرته الصحفية. الأستاذ صلاح الله يرحمه كان نموذج للصحفي المقاتل بالقلم والفكرة. عاش فترات السبعينات والثمانينات والتسعينات والألفين لحد دلوقتي، ومن ساعة ما بدأ يعني قلمه لم يتوقف لحظة واحدة عن طرح الأفكار والرؤى. حتى اللحظة الأخيرة قبل موته بأيام كان بيكتب ومتمسك بسلاحه وفكرته، كانت أفكاره شابة وأفكاره جريئة، وكان هو الحقيقة شخصية توافقية، شخصية جميلة يقدر يجمع المختلفين من أقصى اليمين لأقصى اليسار. أحد أعمدة الصحافة المصرية والعربية، لأن ده يعني رحلة صحفية سرية ممتدة، امتدت لأكثر من 65 عام شغل وكتابة وصحافة، فده رحلة سرية ومهنية طويلة جدا، وأحد أعمدة الأهرام اللي احنا بنفتخر بيها. احنا فقدنا كأسرة الأهرام والصحافة المصرية والعربية واحد من جيل العمالقة اللي كان ليهم بصمة مهمة جدا في بلاط صاحبة الجلالة، وانكسر عمود جديد عندنا من خيمة الصحافة المصرية يعني. وفقد القارئ أيضا المصري والعربي أحد أشهر الأعمدة الصحفية مجرد رأي.
قيمة وقامة لن تعوض الحقيقة في الصحافة المصرية. واحد من أشهر كتاب العمود، القراء كانوا بيدوروا عليه وكانوا بيشتروا الأهرام كل يوم علشان يقروا هو بيكتب إيه. الله يرحمه، والحقيقة خسارة لا تعوض. أسرته مؤسسة الأهرام طلبت إنه يطلع من الجنازة تتحرك من مؤسسة الأهرام، لأن ده بيته اللي قضى فيه كل حياته تقريبا، يمكن عاش فيه أكتر ما عاش في بيته الصغير. رياضياً، أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني إيهاب جلال قائمة المحترفين المبدئية لمباراتي غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 والمقرر لهما يومي 5 و 9 من يونيو المقبل. ضمت القائمة المبدئية محمد صلاح ومحمد النني، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش ومصطفى محمد وأحمد حسن كوكا ومصطفى فتحي وأحمد حمدي وسام مرسي وأحمد ياسر ريان وكريم حافظ وأحمد حجازي. أعلنت رابطة الأندية المحترفة جدول مباريات بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري، وذلك من الجولة 24 وحتى الجولة الأخيرة للمسابقة. هذا وأعلنت الرابطة موعد انتهاء الدوري الجاري من خلال إقامة مباريات الجولة 34 والأخيرة يومي 29 و30 من أغسطس المقبل. كما أعلنت الرابطة موعد المباريات المؤجلة لفريق الأهلي، حيث يلتقي مع الجونة في اللقاء المؤجل من الجولة 9 للدوري يوم 5 يوليو المقبل. كما يلعب الأهلي مع الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة 18 يوم 20 يوليو. ثم يواجه الأهلي فريق المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة 21 يوم 30 يوليو. كما حددت رابطة الأندية يوم 17 يوليو موعداً لمباراة الأهلي مع بيراميدز ضمن منافسات الجولة 25، وذلك على استاد الدفاع الجوي. أعلنت إدارة المسابقات مواعيد مباريات بطولة كأس مصر لموسمي 2020 و2021 و2022 و2022، حيث يلعب الزمالك أمام أسوان في نصف نهائي كأس مصر القديم يوم 23 مايو، بينما يلتقي الأهلي فريق بيراميدز في دورة الثمانية يوم 26 يونيو. كما تم تحديد يوم 2 يوليو موعدا لمباراة الدور قبل النهائي لكأس مصر باستاد القاهرة، حيث ينتظر فريق بتروجيت الفائز من فريقي الأهلي وبيراميدز، بينما يلعب الأهلي مع فريق المصري بالسلوم بالنسخة الجديدة للكأس يوم 12 يونيو في منافسات دور 32، ويواجه الزمالك نظيره الداخلي يوم 13 يونيو. يواجه فريق الزمالك اليوم طلائع الجيش ضمن منافسات الأسبوع 19 لمسابقة الدوري الممتاز. يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 41 نقطة جمعها من 18 مباراة، وذلك بعدما حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 2 وخسر 3 مواجهات. فيما يمتلك طلائع الجيش 23 نقطة بعد خوضه 18 مباراة. بأخبار الرياضة نكون قد وصلنا إلى ختام جولة 6 صباحاً الإخبارية مشاهدينا، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يوجه بتكامل الجهود في مجال الإنتاج الزراعي بهدف تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي. رئيس بنك إنكلترا يحذر من توقعات مخيفة بزيادة أسعار الطاقة والغذاء العالمية بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. كييف تعلن إجلاء أكثر من 260 عسكرياً أوكرانياً من مجمع أزوفستال. وللمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة.
قدم لكم هذه الجولة الإخبارية زميلتي دارين مصطفى، ولكم تحياتي أنا سارة عبدالله. شكرا على طيب المتابعة، دمتم في أمان ورعاية الله.